اللي عمله محمد عبد الوهاب هو تصرف طبيعي جدا جدا جدا، واي شخص طبيعي هيقوم بنفس الدور اللي قام بيه محمد عبد الوهاب. لان انا لما شاهدت تصريحاته وتصريحات مامته، لا هو معاه الحق بانه يعمل كده، وهو لجأ الى الطريق القانوني بانه لجأ الى مستشفى معدة الى علاج الصحة النفسية والادمان، وراح عشان يعالج اخته. واحنا سمعنا التصريحات دي مع كثير من الناس المداخلات اللي هم عملوها، فلا ده تصرف قانوني 100%. وطبعا جهات التحقيق هتكشف ده من خلال التقرير الطبي الفني اللي هيقول بان شيرين محتاجة تتعالج من الادمان من عدمه. لو كانت محتاجه تتعالج من الادمان يبقى الراجل ده تصرف قانوني 100%. ايوه بس ده عنوه، انا اسف المقاطعه، بس ده عنوه. كلمه عنوه من عدمه، عنوه دي ما تجيش غير من حد له صفه ومصلحه. يعني القانون، يعني اي حد ما ينفعش يضرب اي حد، ولكن القانون شرع للزوج بانه يضرب زوجته، بس ضربه بسيط. تخيل بان محكمه النقض قالت بان الزوج له حق التاديب على الزوجه، لان هو القانون المصري بيستمد من الشريعه الاسلاميه الغراء، وربنا سبحانه وتعالى امرنا قال فاضربوهن، يعني معناها بان يحق للزوج بانه يؤدب زوجته، ولكن طبعا بالطريقه اللي ما يكونش فيها ايذاء مادي او نفسي. انما طبعا محكمه النقض تواترت بان للزوج حق تاديب الزوجه، يبقى بالتبعيه الام مهما كبر، هتقول لي بقى يا عندها 22 23 30 50، الام لها حق السيطره، وهي اكتر واحده جديره بحمايه بنتها. مامه شيرين عبد الوهاب عملته واخوها تصرف قانوني 100%، وهياكد الكلام ده التقرير الطبي الخاص بالمستشفى اللي هي مدعاه فيها. المحامي بتاعها هو اللي عمل بلاغ بدون ما استوثق من الحاله النفسيه لها الاول، حتى لو هي استغاثت بيه. بمنتهى البساطه كان لازم الاول يتاكد الحاله النفسيه اللي هي فيها صح ولا غلط، البلاغ ده صح ولا غلط، عشان ما نزعجش السلطات وعشان ما نفضحش بنات الناس. لان للاسف الموضوع دلوقتي اصبح في مصر والعالم العربي كله شيرين عبد الوهاب بتتعاطى مخدرات، وضع بقى كارثي. يعني من وقعه صغيره لوقعه بلاغ تحول الى شخصيه عندها بنات ولها ام ولها اخ ولها اسره ولها كيان، بقت بتتعاطى مخدرات. طبعا التصرف، يعني انا بلوم على زميلي المحامي اللي عمل كده، لانه كان لازم الاول يتاكد واستوثق من صحه البلاغ. احنا مش بنضرب بلاغاته بس، احنا بنضرب بلاغ لما نكون متاكدين من ان البلاغ ده يصادف الواقع وبانها محتجزه غصب عنها، ماشي. وغير كده كمان بقى لازم كان يتاكد بان هي فعلا محتجزه غصب عنها وينفع تطلع من المستشفى. هو الاجراء المتبع في مثل هذه الحالات بان النيابه هتحقق الاول تشوف في اي مصادر قوه ضد شيرين ولا لا. طيب في مصادر قوه، القوه دي كان لها تبريرها ولا لا؟ لو طلع لها تبريرها كده محمد عبد الوهاب ما عندوش اي جريمه قانونيه.